اقوى من كورونا، احنا اقوى من كورونا، احنا اقوى من كورونا ومن المطر والرعد. مدام كلنا ايد واحدة، مدام كلنا مع بعض، مدام كلنا ايد واحدة، مدام كلنا مع بعض، مدام كلنا مع بعض. احنا شعب مصر شهامة وخف الدم، في الفرح والشدايد مع بعض بنتلم، مع بعض في الشدايد مع بعض بنتلم، مع بعض بنتلم. شعب مفيش زيه، وبالجدعنة عرفونا، هزمنا فيروس سيه وهنهزمك يا كورونا، هزمنا فيروس سيه وهنهزمك يا كورونا، هنهزمك يا كورونا. افتحوا الشبابيك وافتحوا البلكونة، واهتموا بالنظافة، مش هيجيلكم كورونا، اهتموا بالنظافة، مش هيجيلكم كورونا، مش هيجيلكم كورونا. بصراحة وبدون ترياقة، كورونا وباء وكابوس، نغير عاداتنا بقى وبلاش نحضن ونبوس، نغير عاداتنا بقى وبلاش نحضن ونبوس، بلاش نحضن ونبوس. عايز تسلم سلم عن بعد وبإنجاز، ولما تيجي تتكلم ما تطلعش رزاز، ولما تيجي تتكلم ما تطلعش رزاز، ما تطلعش رزاز. كورونا ده فيروس مجرم وسريع الانتشار، كلنا لازم نحاربه صغيرين وكبار، كلنا لازم نحاربه صغيرين وكبار، صغيرين وكبار. تتجوز تتجوزي على كيفكم يا شباب، وتعاملوا ويا بعض وكأنكم أصحاب، اتعاملوا ويا بعض وكأنكم أصحاب، على إنكم أصحاب. من الزحمة عالبقالة بضحك وقلبي حزين، في حد خايف من الموت ويخزن التموين، في حد خايف من الموت ويخزن التموين، ويخزن التموين. عايزين نخاف على بعض ونعيش مطمنين، ربنا قال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، ربنا قال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين، ان شاء الله امنين. كورونا جات لنا فرصة عشان نراجع نفسنا، ونشوف عاداتنا الغلط وما نعملهاش كلنا، ونشوف عاداتنا الغلط وما نعملهاش كلنا، وما نعملهاش كلنا. هنرجع للزير والقلة والأكل بانتظام، دي نصيحة من فريق شعبولة إسلام وأخوه عصام، نصيحة من فريق شعبولة إسلام ومعاه عصام، إسلام وياه عصام. تحيا مصر.